مدرسة نبراس الأجيال لتأهيل المعوقين أزمة مالية خانقة منذ 3 أعوام تهدد بإغلاق المدرسة التي تقدم خدماتها لعشرات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة. وناشد القائمون على المدرسة وزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية تقديم الدعم اللازم لاستمرارية العمل وخدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. يوسف أبو منذ العام 2001 أنشأ مجموعة من الأكاديميين هذه المدرسة التي تقدم الخدمات لمئات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما ويعانون تخلفا عقليا بسيطا أو متوسطا. لكن وفي ظل الضائقة المالية التي تمر بها المدرسة ونضوب الدعم من قبل المؤسسات الدولية، فإن أعداد الطلبة انخفضت إلى ما دون 60 وسط مؤشرات تنذر بإمكانية إغلاقها. نتوجه كمان للمؤسسات الخيرية أجنبية عربية إسلامية أي كانت، إنه إحنا بنعول أطفال معاقين، أمور السياسية ما دخلناش فيها، الأمنية ما دخلناش فيها، إحنا معاقين وبس. وزارة التربية والتعليم التي منحت المدرسة ترخيصاً تقول إن مسؤوليتها تنحصر في الجوانب الفنية دون تقديم الدعم، وهو ما يجعل المدرسين هنا دون رواتب منذ عام. ما طلبنا زينا زي أي مدرس وأي معلم في أي مدرسة في العالم، أقل شيء توفير الراتب عشان نقدر نيجي على الجمعية. يعني إحنا رواتبنا منذ سنة كاملة لم نتقاضى رواتب. يعني اليوم إحنا مش قادرين نجلب الأطفال من بيوتهم على أساس إنه ما فيش توفير محروقات للباص. أطفال المدرسة وببراءة خالصة عبروا عن حبهم للمكان الذي يجدون فيه متنفسا لهم، رافضين فكرة إغلاق المدرسة رغم ظروفها الصعبة. إحنا بنقول للعالم ادعم المدرسة عشان ناكل ونلعب ونفرح. افرحتي علمونا تونا حروف تتبونا لعبونا رياضة افرحتي ودعمونا أكل. معاناة المدرسة لا تقف عند هذا الحد، بل إن الرسوم الرمزية التي يدفعها ذوي الأطفال لم تعد متوفرة نظرا للواقع الاقتصادي الصعب في غزة. الحفاظ على استمرارية هذا الصرح التعليمي والخدماتي لهذه الشريحة المهمشة في المجتمع واجب أخلاقي وإنساني يتطلب جهدا مشتركا بين المؤسسات التعليمية الفلسطينية والمنظمات الدولية المعنية برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يوسف أبو كويك، فلسطين اليوم، غزة، فلسطين المحتل.